تحية لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر نور الشباب. نبدأ نهارنا نحن وياكم مثل ما دايما تعودنا بالإنجيل المقدس، واليوم مع الأب جوزيف سعد الراهب الماروني المريمي. المجد لله. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فخرج الفريسيون وأتمروا عليه ليهلكوه، فعلم يسوع فانصرف من هناك، وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروه، ليتم ما قيل بأشعيا النبي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، أفيض روحي عليه فيبشر الأمم بالحق. إنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع له صوت في الشوارع، القصبة المردودة لا يكسر، والفتيلة المدخنة لا يطفئ، إلى أن يبلغ بالحق إلى الغلبة، وعلى اسمه تتوكل الأمم. حقا والأمان لجميعكم. فالإنجيل اللي عم نشاركه بنهار الأحد بيرجعنا متى للنبي أشعيا يلي عم بيحكي عن يسوع، يلي عم بيحكي عن السلام بهالشخص، بهالإله يلي عم بيجسد بيناتنا تحت يكون عم بيعيش بالحق. بيقول قصبة القصبة المردودة لا يكسر، يعني لأي درجة يسوع عم بينتبه على محيطه وعلى هالأشخاص يلي عايش معه، لدرجة إنه قصبة مكسورة أو قصبة مردودة لن يكسر. والفتيلة المدخنة لا يطفئ، اليوم هذا الفتيلة اللي هو مزعج، اللي هو بعض المطارح منفتش كيف نحن بإصبعين نختم فيها هالدخنة اللي عم تطلع منه، حتى يسوع ما رح يطفي، إنما بالحق رح يغلب. أشعيا كان كل قصده يقلنا إنه يسوع منطلق نحو الحق وهو الحق، ما رح يستعمل ولا أي وسيلة قوة أو ختم أو طغيان أو خنق حتى يوصل للي هو بده يوصله، إنما بس بالحق رح يوصل للنصر والغلبة. هالفريسيون يلي ائتمروا على يسوع ليهلكوه، يسوع كان عارف فيهم، ومنشوف يسوع كل مرة كان الشعب يتجمع حوله، إن كان تيظهره أو حتى يأتمر عليه ليهلكه، كان يسوع يترك المنطقة أو الحي أو الشعب اللي كان من حوله وينطلق نحو القفر حتى يرجع يصلي ويتأمل بهالرسالة اللي كان مؤتمن عليها، ويتأمل بمشروع الخلاص يلي كان هو مشروعه للإنسان. بيقول يسوع، بيقول يسوع للي شافيهن ما تظهروني. يسوع ما كان عم بفتش على الشهرة، الشهرة بتقتل، الشهرة بتخلي الإنسان عايش ضمن مربع بيرسم له حياته، بيحدد هويته. أنا اليوم مني هالشخص يلي عم بيطلع ويبين على الشاشة، أنا اليوم ما في يعيش طبعاً لهيدي الصورة يلي أنا عم بقدمها على الشاشة أو يلي عم بقدمها للعالم يلي لحقتني، أنا ما في يعيش طبعاً للمظهر يلي عم بنطلق فيه للعالم اللي من حولي، مطلوب مني كون أنا. يسوع عم بيقولن ما تظهروني، ما تخلون هالشهرة تكون سبقتني، ما إلا معنى اليوم أنا أكون لاحق يسوع كرمال شهرته، لي مطلوب مني إلحق يسوع كرمال ألامه، لي مطلوب مني إلحق يسوع كرمال أعماله وأفعاله يلي تحدى فيها العالم، ويلي كانت عن جد مفصلية ومختلفة عن كل حدث نحن منعيشه. يسوع قالنا أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم. قدي صعب نعيش نحن هيدي الجملة بيومياتنا، قدي صعب نحن اليوم نربط لساننا عن الكلام البذيء، عن الكلام اللي بيأذي، عن الكلام اللي بيجرح، قدي صعب نحن اليوم نكون هالشمعة يلي عم تضوي بدارب غيرنا مثل ما يسوع أراد أنه نحن نكون، قدي صعب نشيل الكالكولاتريس من إيدنا ونوقف نحسب لبعضنا الأذية والخير اللي هالشخص مقابلنا عم يعمله، قدي صعب نحب بس يلي بحبونا، قدي صعب نبطل وسن ونعيش الخير ما اللي عم بيعمل معنا خير. وصية يسوع لقلنا أن ننطلق نحو العالم، وصية يسوع لقلنا أنه نكون عم نواجه العالم عكس ما هو بيفكر، عكس ما هو بيتصرف، عكس ما هو حابب أنه يعيش، عكس الأنانية، عكس الحب بالذات
وعكس حب الظهور. هيدي الجملة أداة أساسية، وأوصاهم ألا يظهروه. أنه اليوم يسوع منه جاي تيعمل ملك، كان منه جاي تيعمل قائد، جاي كان تيعمل ثورة، إنما ثورة على ذاتنا، مش على المجتمع، مش على الحاكم، مش على الإمبراطورية، إنما ثورة على كياننا، ثورة على مضموننا نحن، على كل فكرة نحن منتمسك فيها وهي منا لإلنا، على كل طابع بعيش جواتنا ومن ربيه ونحن مفروض نكون عم نتخلى منه. يسوع كان كل هدفه إنه ما يخاصم، ولا مرة شفناه عم بيخانق حدا. بعد المرة الواحد يلي شفناه بالهيكل عم بيكسر مع التجار، لأنه جعله من الهيكل مركز للتجارة بالوقت اللي هو كان مكان عبادة. منشوفه كمان ولا مرة صاح، ولا مرة نادى بصوت عالي، إنما كان دايما يحكي على الريق ضمن المجامع أو برات المدينة، على الجبل بوعظاته الشهيرة، أو على ظهر السفينة وكان الشعب يصغي. فإذا منشوف هالصوت الناعم الخافت اللي كان يسوع عم يحكي فيه، هو دايما يلي بيوصل. من هون بنرجع لإليا يلي اختبر ربنا، لحظة اللي كان ناطر ربنا بالمغارة بالجبل، اختبر ربنا بالنسيم العليل، لكن بالعاصفة ولكن بالنار، إنما كان بالنسيم العليل. ودايما الرب بينطلق بحياتنا بهالنسيم العليل، دايما منشوف دخول ربنا كيف يكون ناعم ومدروس بطريقة ما فينا ننقض هالرسالة اللي ربنا عطينا إياه، ما فينا ننقض هالصوت الناعم العذب يلي بيوصلنا جواب أوقات أو رسالة إلنا كنا زمان ناطرينا. فالمطلوب نحن منا اليوم نعرف نصغي، نعرف نصغي ونعرف ننتبه لهالحق يلي ولا مرة رح يكسر شي فينا زيادة، ولا مرة رح يطفي فينا يمكن ببعض المطارح مشاكل هلكتنا، إنما بالعكس هو رح يكمل، رح يعطينا القوة ورح يعطينا الأمل، لأنه على اسمه تتوكل الأمم، يعني على اسمه رجاء الشعوب. ونحن اليوم بيسوع المسيح نترجى القيامة، لأنه يسوع العمل العظيم يلي عمله بموته وقيامته وشقه للحجاب، رجع وحد الإنسان بالله، رجع وحد الأرض بالملكوت، وفتح لنا الطريق نحو الجنة. فإذا هالمشروع يلي ربنا عايشه قدامنا هو مشروعنا نحن، هو مشروع الرجاء يلي كلنا منترجى أن نكون عم نعيش ونموت على رجاء القيامة. وإلا كل حياتنا ما إلى قيمة، كل إيماننا ما إله معنى، إذا نحن عارفين أنه بآخر هالطريق ما في رجاء، إذا بآخر هالطريق ما في قيامة وما في اتحاد بربنا، فنحن أتعس الناس، وإحنا كل حياتنا مبنية على شيء وهم، وإنما يسوع مات وقام ليعطينا القيامة وحتى يشركنا بمشروعه. تخيلوا اليوم هالإله العظيم تجسد تيشرك الإنسان بمشروع الله، مش الإنسان هو اللي عم يشرك الله بمشروعه، ربنا اللي عم يشركنا بمشروعه. فخلونا نحن اليوم ما نفقد الرجاء، نضل محافظين على قوتنا، نضل محافظين على مشروعنا واتحادنا بربنا، ويكون دايما يسوع هو رجائنا. لو قد ما صعبت الأيام، لو قد ما سودت، بضل يسوع هو رجائنا وخلاصنا. آمين. مشاهدينا منتوقف مع فاصل ومنرجع من بعده لنتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جوزيف سعد. في صورتك سكن السماء أعطيتني، فصرت من أهل بيتك بفرحك غمرتني، جئت إليك أحببتك، أنت في البدء أحببتني، حبك سر إيماني، عيناك تنظر إلي، حضورك يهز كياني، ينعني ملء حنانك، يا منبع بحر الحنان. عيناك تنظر إلي، حضورك يهز كياني، ينعني ملء حنانك.
إلهي حبيبي سعيد أنا في لقياك في أنت وفي قريبي سر جميل أن أراك قلبك ثروة نصيبي أكنز من فيض غناك روحك شعلة لهيبي يضرم الحب في وجداني لكم مشاهدينا لنتعمق أكثر بإنجيلنا لليوم مع الأب جوزيف سعد. أبونا بنرحب بحضرتك عن جديد معنا. مرسي أنطوني. أبونا إنجيلنا لليوم منشوف فيه الفريسيون يلي تشاوروا من أجل إهلاك المسيح، وهيدي مش أول مرة بالإنجيل بنقرأ هيدا النوع من الحادثة، ولكن على طول بننتبه إنه المسيح قبل أن تأتي الساعة كان يهرب. اليوم هل فينا نتعلم من هيدا الموضوع وانطلاقا من الحادثة تبع إنجيلنا اليوم بأنه بأوقات كتير مطلوب منا هو الهروب من الشر وليس مواجهته، وكيف فينا نفرق بين الحالتين؟ أوقات كتير مطلوب منا قدام الخطيئة أو التجربة أنه نهرب منها ومنعيشها كتير وسنقول أنا بدي واجه أو لازم أهرب. هيدي منتعلمها مع الوقت ومنعرف نحن وين ضعفنا وين قوتنا. الهروب منه نقطة ضعف، بالعكس الهروب هو ببعض المطارح تحضير حتى أنا أرجع أنطلق من جديد وأعرف أي متى لازم واجه. بنشوف يسوع عاش 30 سنة عم بيتحضر للبشارة، وخلال 3 سنين كان عم يهرب من الفريسيين ومن الكهنة حتى
تجي ساعته، ساعه اللي راح يتمجد فيها. فاذا منه مفروض نتعلم انه الهروب هو لازم يكون للتحضير، مش بس انا اهرب تاهرب. اليوم لحظه اللي بوقع بالتجربه او بيجي تجربه على بالي، علي اعرف اليوم يمكن باول انطلاقه بواجه، بس بدي اعرف حالي هل انا قادر واجه ولا بعد ناقصني تحضير وناقصني هروب حتى ارجع مظبوط اتملك هالفكره وهالقوه حتى اقدر ارجع واجه. يسوع بقي لاخر 3 سنين، يعني عشت 30 سنه تحضير وانطلق 3 سنين بالبشاره، ترجع من بعدها عاش الالام وعاش الصلب وعاش خضم هالمشروع الخلاصي. اللي هو نحن مشروعنا دائما منطلق لقدام، انما ببعض المطارح مطلوب كثير منا نهرب من التجربه يلي بتواجهنا حتى نخلص نفسنا. وبنشوفها بحياه القديسين، ياما وياما اوقات في تجارب ما قدروا عليها، يمكنوا يهربوا حتى من الموقع اللي عم بيصلوا فيه، لانه كانت صارت التجربه وصوت التجربه اقوى بكثير من صلاتهم كانت عم تغلب عليهم. بنشوف مال فرانسيس يلي مره قدم فكره شهوه ذات حاله بالشوك حتى قدمها الوجع الجسدي ينسى هيدي الفكره اللي كانت عم تمرق على باله. اليوم انا مطلوب مني اعذب جسدي، بس بذات الوقت مطلوب مني اعرف لوين اهرب وكيف اهرب ومتى اهرب تأتجنب وقوعي بالخطيه. ابونا يمكن اذا ما نضلنا بنفس السياق، في يمكن طريقه ثانيه فينا ايضا نحلل فيه يمكن تصرفات المسيح، اللي هو انه قابل الشر اذا فينا نقول بمحبه لما اجوا من اجل اهلاكه، وكمان هو رجع تركهم وانطلق ليكفي هالمسيره، ليكفي يمكن الخلاص يلي هو اجى من اجله، وقابل الشر بالمحبه. قد ايه كمان بكثير من الاوقات نحن مطلوب منا نفس هذا التصرف. هيدي الانطلاقه طبعا وهيدي حياتنا المسيحيه وهيدا التحدي يلي نحن بنعيشه. يسوع كانوا جايين بدون يخلصوا منه، لانه كان صار مشهور، العالم عم تصغيله، ما بقى العالم عم تلحقهم الى اخره. وصلوا لمحل بدون يخلصوا منه، يسوع هرب منهم ورجع كفى اللي عم بيعمله، رجع كفى حبه لهالشعب يلي هو كان همه وشغلته هيدا الشعب. اليوم كانت عم يشفي هون، اجوا بدهم يخلصوا منه، تركهم وراح يشفي بغير محل. ما تغير مشوار ربنا، بعضه عم بيشفي، بعضه عم ببشر، بعضه عم بحب. وهيدي الرساله يلي ترك لنا اياها، انه اليوم احسنوا الى مبغضيكم، انه هو ذاته هيدا الشعب يلي قتله يلي طالب بصلبه هو كان عم يشفيه، هو كان عم بيطعميه. اليوم يسوع مطعم 5000 رجل بوعظة الجبل بلا ما ندق النساء والأطفال. طب هالعالم وين كانت لحظة الدينونة؟ وين كانت موجودة؟ فهون يسوع دايما هيدا الانطلاقة يلي لازم تكون درس لألنا، لازم تكون دايما انطلاقة لألنا انه نبادل الشر بالخير. واليوم لحظة اللي شخص بيعوزني لو قد ما كان إزينة، أنا علي يكون موجود، ولا ما ألا معنى أسمي حالي مسيحي، ما ألا معنى أوصل وخبر العالم عن المسيح يلي أنا لاحقه بالوقت يلي خيي يلي بعض المطارح إزاني يمكن عن قصد أو عن غير قصد، يمكن عن مصلحة أو حب ظهور لإله هو إزاني. أنا علي أعرف سامح وأرجع حب من أول وجديد وضل حب، لو هذا شخص بيضل يأذيني علي أعرف كيف أحمي حالي من الأذية بشكل إنه هالأذية ما بقى تأثر فيي. أنا اليوم بعرف حالي إذا حامل سكينة في كتير أشياء فيها أجرحها، بس بذات الوقت في كتير اشياء ما رح فيه اجرحها. فاللي مطلوب مني اعرف انا اليوم اتأقلم مع الشخص اللي مقابلي تتصفي هالطريقة اللي هو عم بيتصرف فيها، ما بقى تأذيني، صير اعرف انه اليوم هيدا الشخص هالقد بيعرف، هيدا الشخص هالقد بيفهم، انا علي يكون اكبر منه، استوعبه بكل سيئاته وبكل حسناته على الاكيد، واعرف كيف استخرج منه الخير وكون عم بتفق انا وياه على بنائي وبنائه بذات الوقت. ابونا خلال كلمتك حكيت عن حب الظهور وثوره على الكيان، قد ايه بكثير من الاوقات نحن ما بننتبه انه يمكن حب الظهور والحاله اللي بنكون فيها بالوقتها هي بتكون عم تشكل لنا عائق، والمطلوب منا هو يمكن ثوره على كياننا لنقدر نتخطيها وننطلق من جديد. يمكن اذا نجي نطلع على الانجيل بنشوف انه مشكله يسوع كانت الظهور. كل ما كان ينشهر، كل ما كانوا الرؤساء الشعب عم بفتشوا كيف بدهم يخلصوا منه. نقلبها على حالنا نحن، نحن كل ما نروح نحو الظهور، كل ما التجارب والشيطان رح يبلش يحركش فينا أكتر، رح يبلش يهتم فينا أكتر. مش مطلوب منا كمان بذات الوقت ما نظهر، حلو نعرف وين موقعنا، حلو نكون عم نعيش ضمن رسالتنا. أنا اليوم مطلوب مني أظهر،
فلتكن هالزهور لخدمة ربنا، فليكن هالزهور لخدمة هالمشروع يلي أنا عم بشتغل كرماله، مش والله لأنه أنا اليوم أبونا جوزيف حابب بين، لأنه اليوم في 5000 شخص قدامنا على المسرح، أنا حابب أطلع وألقط هالميكرو مع أنه أنا ما إلي فيها، وأنا يمكن إذا بدي رتل ما حدا بيسمعني. خلي الترتيل للشخص اللي عم بيرتل، خلينا نوعظ للشخص اللي بده يوعظ، خلي يوعظ شخص اللي محله يمكن خلف العدسات عم بيشتغل اللي ما حدا بيعرف فيه، وبالوقت بده يكون هو عم بينظم كل شيء كمان له حقه بس يمكن ما عم بيظهر. فكل واحد له محله، بس الظهور كتير أساسي نكون عم ننتبه وين وكيف أنا عم بظهر وشو هدفي من هالظهور. إذا هو حب بس للظهور أنا لازم أطرح علامة استفهام كتير كبيرة على حياتي اللي أنا بعيشها، لأنه بالعمق لازم يسوع اللي يكون عم بيشاع فيي، بالعمق لازم يسوع هو اللي يكون عم بيحكي فيي وعم بينده هالعالم يلي من حولي حتى هو يكون عم بيشاع. لأنه اليوم ما إلا معنى أكون عم بوصل حالي، بدي أوصل لمحل رح أغلط، بدي أوصل لمحل رح أضعف، بدي أوصل لمحل يمكن بطلت موجود. إذا أنا بطلت موجود هالعالم يلي لحقتني بطلت موجودة، بكون خربت عالم من حولي. بالوقت اللي أنا إذا عم بوصل يسوع وهدفي إنه يسوع اللي يوصل وفكرة يسوع ورسالته هي اللي عم توصل، أنا كنت حاضر أو كنت غايب، هالشخص قادر يتذكر هالكلمة يلي هي من ربنا ويعيش على أساسها إن كنت حاضر ولا غايب. أبونا بإنجيلنا اليوم تورد عبارتين، قصبة مردودة لن يكسر وفتيلة مدخنة لن يطفئ. اليوم هيدول العبارتين استعملت للدلالة على المسيح وهو كرمال شو جاي، ولكن إذا أخذنا هون العبارتين مفصولين وبطريقة لحالهم، شو هي الحالة اللي عم يجرب يوصف لنا إياها واللي من أجل المسيح إجا؟ بهيدي الآية عم نحكي عن النتيجة، أنه اليوم القصبة المردودة تنكسر لأنه مطرح ما هي مردودة ما إلها عازة، والفتيل المدخن صار عم يطفي، يعني لأنه مضوي ولأنه مطفي بده حدا يطفيه حتى يلاقي استقراره. يسوع ولا مرة رح يتدخل يحط نهاية لهالشيء اللي نحن عم نشوفه، إنما بالعكس بالحق رح يرجع يعطي هالفتيل حقه، وبالحق رح يجعل من هالقصبة مشروع. من هون الفكرة اللي مننطلق صوبة إذا بدك هيك بخبرية تنقدر شوي نستوعب الفكرة، نقاش بين سطلين مي، واحد عم بلوم التاني عم بيقول له انت بلا قلب، انت مشحف بحق هالشخص اللي عم بيحملنا على كتفه ويزق فينا مي كل يوم من البير للبيت لانه عم توصل فاضي. واحد من السوري كان مقدح بكعبه يوصل دايما ناقص مش قد الكمية يلي هالشخص عم بيحملها من البير، انما على الحديث كان عم بيشارك هيدا الشخص وبيقول له للسط اللي مقدح ما تزعل، رأي بالطريق نحن وراجعين بين هيدا المال والمال السطل الثاني. مال السطل المقدح أزهرت، صار في عشب وصار في زهر وصار في ورود عم بتزين الطريق، بالوقت اللي الثاني مال الأرض قاحلة. اليوم كل واحد من السطلين كان عم بيعيش رسالة، الأول كان عم بيوصل المي للشرب لهيدا البيت يلي كان عم بيزق المي، وبذات الوقت هالسطل الثاني كان عم بيجمل الطريق قدام هذا الشخص اللي كان مطلوب منه كل يوم أكتر يمكن من مرة يطلع يزق مي لحتى الأشخاص اللي بحاجة تشرب. فاليوم هالقصبة المردودة إلى دور، وهالفتيل المدخن ما خلصت رسالته ما خلصت مهمته، رب ما رح يحط لنا حدود، إنما بالحق رح نوصل نحن وياه حتى نعيش عمق رسالتنا وتتوضح قدامنا أنا اليوم شو اللي مطلوب مني. نعم أبونا، اليوم إذا بدنا نحكي أيضا عن الحق، وهون نحن بإنجيلنا بيقولوا لنا المسيح سينتصر بالحق، على مثال المسيح لما بنحكي بالحق على مثال المسيح كيف لازم نتصرف؟ اليوم يسوع بيقولنا الحق ينيركم وبالحق منوصل، ولا يسوع دايما فليكم كلامكم نعم نعم أو لا لا، هون عم ننطلق بالحق. يعني اليوم عم بيقولنا يسوع ما تساير ما تروحوا وتجي وما تحبوا الوجوه، خليكم دغري موجهين، ما في لزوم تعيطوا وتصرخوا. اليوم كل ما طلع صوتك كل ما صرخت مش معناتها انه انت على حق او انت اللي معك حق، بالعكس يسوع شفني كان دايما على الرايق، كان كتير هادي لدرجه وصل مع الشعب اليهودي يلي احبه للموت. هونيك شفنا الحق كيف كان يسوع، لحظه اللي مات ظهر الحق وظهر المجد وغاب الباطل، لحظه اللي شق حجاب الهيكل، لحظه اللي أظهر
للعالم اليهودي انه هو المخلص، صاروا يفتشوا كيف بدهم يلغوا هيدي الحقيقه اللي ما قدروا يلغوها، انه المسيح ما قام، انسرق الجسمين، هيدا مش هو. هيدي المعموعه كلها اللي عايشها الشعب اليهودي ما قدر يخفي فيها حقيقه موت وقيامه يسوع. فهون دائما الحق ابن يسوع، الحق يخلصكم، الحق يبرركم. فانا علي دائما عيش هيدا الحق. الحق هو الحقيقه. يمكن ببعض المطارح ما معي كل الحقيقة، ومش مطلوب يكون مني معي كل الحقيقة، بس المهم اشهد كل مرة يطلب مني كون عم بشهد للحقيقة، كون عم بشهد للحق، وكون عم بنطلق نحو الرسالة اللي ربنا اتمنى عليها. وكون انا لحظة وين في غلط، عم بقول يا جماعة هون في غلط، بس مش عم بقول في غلط تدين او تشوه، بالعكس هون في غلط بدنا نصلح. وقبل ما اقول هون في غلط بده يكون عندي الحل، بده يكون عندي طريقة التصليح، بده يكون عندي الادراك الكافي انه الشخص يلي مقابيلي تعب توصل لهون، يمكن غلط مطرح ما وصل، يمكن ما وصل مثل ما هو لازم، بس يوم هو تعب وكان عم بيجاهد تيوصل لهون، يمكن بعد ما وصل لمطرح ما هو واصل، علي انا اليوم كون عم بوقف حده تهو بحريته وبرغبته نكون انا وياه عم نوصل لصوره اجمل عنه وعني. أبونا بختام لقائنا كلمة بتحب تقولها. يسوع دايما كان عم ينطلق نحو الشعب بكل هدوء، وحتى كان عم يستعمل الأمثال حتى ما يكون كتير كلامه واضح. اليوم هالأمثال يسوع شرح لنا إياها، وعم نعيشها يومية بأحداث وبأخبار عم تتحاور من حولنا. اللي مطلوب منا نكون دايما ثقتنا بربنا كبيرة، نعرف إنه هو اللي غلب العالم، هو دايما الحق. فخلونا عن جد نكون عم نشهد للحق بعالمنا الحالي، نكون عم نشهد للحقيقة لو قد ما كانت صعبة، لأنه وحدة هي الحقيقة اللي قادرة توصلنا للخلاص. الأب جوزيف سعد الراهب الماروني المريمي، نحن بدنا نتشكرك على وقتك وحضورك معنا اليوم. مرسي أنطوني. مشاهدينا نحن أيضا بدنا نتشكر متابعتكم لنا، ونتمنى لكم أحد مبارك. إلى اللقاء.